مشهد أثر فيا جدا اللي بينك وبين فتحي عبد الوهاب، من المشاهد الجميلة والإنسانية العالية جدا، ويمكن فتحي عمل هو المشهد ده كضيف شرف وناس كتير معرفتوش، كان عامل قسيس أبونا، والكلام الطيب بينك وبينه، المشهد ده انت شفته ازاي؟ وهل بتعتبره من المشاهد المهمة اللي انت او المشاهد اللي كان ليها تأثير فعلا في الفيلم؟ طبعا لانك انت بتشوف مشهد بيجمع الشيخ بالبابا وما بينهم ما بين بعض يعني محبة وما بينهم سلام، وده رمز مهم جدا. ف يعني بس هو يعني النوع ده من المشاهد هو اتعمل قبل كده واتكرر كتير. اللي انا بحلم بيه الحاجات اللي هي المختلفة، الناس الفيلم اصلا ما نعرفش نحكي عنه في ساعة، ده في كتير جدا اماكن ها ممكن ذهني مش حاضر بتمر. نفسي الناس تحس، اصل الفيلم والدراما ممكن تأثر في اجيال يا بوسي، يعني ما هوش نشط اخبار. يعني النهارده ممكن ولادنا ولاد ولادنا ولاد ولادنا زي ما احنا بنقعد نتفرج على الافلام القديمه وتغير فينا حاجه، او نحب بلدنا، او نشوف الشهامه، او نشوف القيم بتاعتنا من النهارده من الفيلم. الوطن العربي ده كله الاماراتيين وبيحبوا مصر حب سينمائي في الاساس. يا رب يا رب نرجع زي الاول او جزء بسيط، لانه خلي بالك برضو انه بدأ الأجيال الجديدة تستعمل أكتر الفيلم الأمريكي ويمكن هنا الهندي. فإحنا يا ريت نقدر نفتح السوق تاني عشان نقدر نأثر تاني، لأنه أنت عارفة في الآخر كل الفنانين عايز يعمل فيلم مهما كان الفيلم، حتى لو اختلفتي معاه هو في الآخر ليه قيمة، لو حتى بيسلي الناس قيمة. لا مفيش فيلم بيدعو لحاجة يعني سيئة. فنفسي نرجع يعني لدورنا في التأثير على الناس، إنه وجود الفن في حد ذاته بيحارب الإرهاب، وجوده بس بيحارب الإرهاب. المنطقة الإنسانية في الفيلم، البيت، الابن والزوجة، حتة الانكسار لهذا الشيخ داخل بيته، هل كان فيها مشاهد وتم تخفيفها؟ لأن أنا حسيت إن هي الناس ما شبعتش منها، وخصوصا علاقتك بابنك، يعني شفناها كانت قوية جدا في الأفون تتر في الأول، وبعدين اتأخر شوية مشهد مهم جدا عملته في أوضة الطفل ده، وبعدين الحياة الرسالة خدتك بره المنطقة ديت، فأنا حسيت إن في جزء منها ممكن يكون كان موجود وتشال، ممكن كان موجود على السيناريو وتخفف. المنطقة دي حبيته إن الرسالة الأقوى بره، وإن الجزء الشخصي للداعي ده إنها ما تكونش موجودة بالكثافة المعينة. فأقول لي هل في مثلا الوقت فمجدي أثر منها الجزء ده، لأن الناس حست إن في حاجة ناقصة في المنطقة، العلاقة اللي بينك. لا هو كان في الرواية بس ما كانش ينفع، اصل الفيلم ده حساس قوي ومليان حاجات، ما كانش ينفع يحكي كل الحاجات والا هيحتاج 3 اجزاء. فاختار المخرج والمؤلف ان هما يوزنوا الطبخة دي، الاهم يتكلموا في ايه. وانا دايما كممثل بميل للجانب الانساني، بس في الاخر انت بتتعامل مع صناع، يعني ما هو حط يعني وزن جزء حياته الانسانية عشان نعرف الراجل ده حياته الانسانية، وما نشوفوش احنا بنشوفه صورة بس مش عارفين هو عايش ازاي. لكن كان عندهم حاجة أهم، وهو صراعاته كداعية وأفكاره وعلاقته بالدولة وعلاقته بالناس وعلاقة الناس ببعض والشيعة والسنة والمسيحيين والمسلمين. في حاجات كتير جدا عشان تحكي فيها تقعدي 3 سنين. فهم اختاروا في الآخر يبقى كده الجرعة عاملة كده وميزانها كده، لكن الفيصل في الآخر إن الناس يعني تنبسط وتتفاعل. يعني العلاقة بينك وبين ابنك ما كانش فيها مشاهد اتصورت اتشالت، حاجة اتأثرت في المونتاج، ويعني تأخير المشهد بتاع البكاء على ابنك ده والناس مستنياه طول الوقت، شايفه ده في مكان، ولا كنت تتمنى ان هو يجي بدري شوية؟ لا اصل احنا كنا مقدمينه ان هو برضه بنحاول نقدمه بشكل حقيقي شويه، انه الناس ما بتقعدش طول الوقت تنكسر وتعيط، هو بيطلع على الشاشه زي يعني معلش يعني انت ممكن يبقى ليك بوسي شلبي اللي هي احزانها الشديده، بس هي بتطلع على جمهورها على الشاشه، واجب عندها واجب في الشغل انها تعمله، دي مسؤوليه يمكن الناس البسيطه ما تعرفهاش. كمان ده بما انه بقى شخصية عامة البطل الفيلم، هو عنده مسؤولية وبيطلع عادي وبيتعامل بقوة لكنه مجروح. من وقت للتاني بتشوفي كسرته ها في مشهد ما.
لكن هو في يعني هو دي ممكن تسألي اكتر في المخرج، يعني ده رأيي الشخصي. انت كنجم عايز تشوف رد فعل وانطباع واحد من الدم ولحم من الحياة موجود بيعمل الأدوار دي، هيستقبلك ازاي، هيشوفك ازاي، تعبيراته ازاي. انا نفسي كل الشخصيات المؤثره والعامه تحضروا، بس انا يعني الناس بالنسبه لي العقل كتير يعني يمكن اهم، مع احترامي يعني، انما انا اتمنى وانا اتصور ان يعجبه، يعني اتصور ان يعجبهم الفيلم. يعني انت في الاخر ما انتش بتتخانق مع حد، مش بتتخانق مع حد، الفيلم لو بيتخانق مع حد يخسر. احنا ايه يعني بيسموه الزبون بتاعك كويس، من كل الناس اللي انت بتحلم انه يتفرج على الفيلم ده، كل الناس اللي متفق معاه واللي مختلف معاه، اللي ممكن يعجبه الرسالة او ما تعجبوش. عشان كده الجانب الانساني كان مهم بجد، والجانب الخفة والضحك كان مهم. في مشهد كان صعب جدا، لا ما انا مش هقول، انا بقول التفاصيل، ما بقولش لا، من المشاهد الصعبة جدا ليك انت كممثل، وقفتك على المنصة بتجويد القرآن والمخارج الألفاظ، نظرة العين، مسكة السبحة، حركة الصوابع، المجموعة دي كلها ازاي، كلها انك تاخد بالك منها في تركيبة واحدة في مشهد واحد لمدة 5 دقايق 10. ده مش انا، ده حاتم الشناوي، مش انا، لا انا انت غلبان. تقدر تدخل ده وتخلي بالك، يعني ان انا كمشاهدة قاعدة واخدة بالي وانت بتتكلم، والسبحة في ايدك وحركة ايديك وخشونة ايديك، ان انت عامل لها شكل معين مع نظرة عينيك، مع التجويد والنطق ده محتاج لوحده ان انت تتفرغ له، لان ده مسؤولية كبيرة، الغلطة فيها بطرد بره يعني زي ما بيقولوا، وعلى اعصابك، وكمان ان انت ترميها بالطريقة دي مع تاخد بالك من حاجات تانية، اعتقد ده يعتبر الماستر سين الكبير بالنسبة لك، او اصعب مشهد، او اخذ منك وقت، او كلمني عن الحالة دي، او البرواز ده، اللوحة موناليزا اللي انا شفتها. ربنا يخليك. انا والله بسأل نفس الأسئلة دي، مش بعرف اجاوب قوي يعني، لاني انا بتكسف من الحكاية دي، وبعدين انا مش عارف ازاي. انا بقول لك ان انا اشتغلت كتير جدا جدا لغاية ما بقيت كده، انا بروح اللوكيشن وخلاص ما بالشخصية، كنتش قصدها، ما كنتش محضر لها، ولكن طلعت كده على من الشغل الكتير والتحضير الكتير والتركيز الكتير والمراقبة الكتيرة، فربنا بيكرم، بتلاقي نفسك دخلت جوه شخصية ومعرفش سرها ايه. كل حتة في جسمي يمكن كانت منفعلة، ف ما اقدرش يعني انا نفسي ما اقدرش افسر قوي ايه اللي حد، حاجات سحرية زي ما العازفين بتعزف يعني، توفيق من ربنا، الهام، نفحة. قولي اللي تقوليه. ما قلتليش يعني يا انور ايه موضوع الحلقة؟ الشيعة. هو حضرتك بتنكر السنة من أعوذ بالله. في ناس بره من أمن الدولة عايزين. وعشان يكون في سلطة لازم يبقى في عبيد. إحدى القنوات طلبت منك إنك تقدم برنامج أسبوعي للشباب تتفاعل فيه معاهم زي ما تفاعل حاتم مع جمهوره، تقبل؟ لا، لأنه أنا يعني يمكن عارفة أنا بصور، وأنت يمكن عارفاني كويس، أنا بتكسف من الكاميرا في البرامج، وما بحبش أظهر كتير في الإعلام. أنا بشتغل ممثل، دي الحاجة اللي أنا بعرف أعملها واعرف اوصل من خلال اللي انا عايز اوصله. حاسس ان انا لو اشتغلت حاجه تانية مش هعرف، يعني مش هيبقى عندي القدره دي. لكن انت قدرت تجيد فيها في انك تمثلها وتطلعها ببراعه في مخاطبه الشباب اللي حواليك في الاستوديو، فلو طلب منك ده ان حاجه وطنيه، ان انتوا كجيل يخاطب الشباب يوعيهم، وانت ليك جماهيريه كبيره دلوقتي، والشباب بيحبك ويحب يسمع لك ويحب يقلدك، وانك تاخدها مش بجانب ديني ولكن بجانب خفه الدم اللي خدها حاتم، بجانب مواضيع اجتماعيه لطيفه بتوصل فيها معلومه حلوه، بتوك شو مبهر زي اللي قدمه حاتم الداعي اللي كان بيتكلم فيه. ما هو انا بحس ان ده دور الاعلام، يعني ده دور، ابقى انا كده باخد حاجة مساحة مش بتاعتي، ده دور الإعلام.
لكن انا وظيفتي ان انا اشتغل جوه الفيلم واعمل شخصيه الناس تحس انها حقيقيه وموجوده. لانه خلي بالك اصل الموضوع ده مش هيخلص. الفيلم بيستنى الجيل اللي بعده واللي بعده واللي بعده اجيال كتير هتشوف واللي بعده واللي بعده، اذا اثر في ده ممكن ياثر في ده وتفضل الرساله موجوده. احنا لازم نستغل السلاح ده، السلاح بتاع السيما ده مهم قد الطياره والدبابه، مهم مهم مهم، ويمكن اخطر كمان. الامريكان بيعملوا ده اخطر بكتير، لانه تخيل انت ممكن الفيلم ياثر بالايجاب او السلب في وعي ناس بالملايين. يعني حتى الشيخ نفسه ما بيقف في جامع بيشوفوه كام شخص او بيسمعوه كام شخص، وفي ناس نايمه وعدد قليل جدا، انما الفيلم بملايين الملايين مستمره، فمسؤوليه كبيره جدا وسلاح في منتهى الاهميه. لما احنا بقى ندرك قوي يعني قوي اهميه السلاح ده، هتلاقي كل الناس بتحمل مسؤوليتها في الموضوع ده، والانتاج لازم يخش. موضوع خطير جدا جدا جدا، بس انا حاسس ان احنا لسه مش مقدرين كفايه يعني اهميه الموضوع. واخيرا، لو احنا دلوقتي داخلين على حفل الختام واعلان الجوائز، وطلع تقال احسن ممثل عمرو سعد، الجائزه دي هتشوفها ازاي؟ هو طبعا الاستقبال وكل حاجة حصلت للفيلم دي جايزة، وأراء زمايلك وأراء الناس والندوة اللي كانت مشرفة وكل الحاجات اللي مرت اللي احنا صورناها ونقلناها ده موضوع، ولكن الوردة الحب بقى اللي بتقفل المشهد، تكملة البرواز الحلو اللي هيتحط على المكتبة بتاعتك، انك جايزة من مهرجان دبي لدور انت تعبت فيه، هتشوفها ازاي؟ وقولها لي كما لو كنت انت فعلا بتاخدها دلوقتي، قول لي احاسيسك. ما تقوليش انا مش عايز جايزة وما اتمناش وانا دي رسالة والجو ده، ولكن الجايزة بتفرح، يعني قول لي دلوقتي احساسك. انا بقول لك انا بوسي بتهديك جايزة احسن ممثل هذا العام، بنختم بيه 2000 اولا دي جايزة، اولا دي جايزة والله العظيم. وبعدين كمان انت شفت بنفسك، انا كنت دمعت في العرض الخاص بتاع الفيلم اللي حضروا 1200 شخص، وكانت دي جايزة بالنسبة لي. انا جسمي اشعر وحب ناس وتسقيفهم، دي قعدوا فترة طويلة يسقفوا، دي جايزة كبيرة قوي، فحس ان انا تشبعت. طبعا شرف ليا ان اخد جايزة، مش ابقى كداب لو قلت لك، حاجة جميلة جدا وحاجة في المشوار بتاعي مهمة جدا، انما الاهم والافيد ان هي تبقى دافع كمان في الفيلم. الفيلم ده انت شفتين، انا عملت قبل كده افلام، بس عمري ما كنت بقول لك انا قد ايه نفس الفيلم ينجح مع الناس ومتحمس ليه اكتر من الفيلم ده واكتر من الدور ده، لان هو حساس مش مجرد دور او مجرد فيلم. طبعا يبقى شرف ليا مفيش كلام، وربنا يكرمنا ونبقى قد المسؤوليه والتوقع اللي انت بتتوقعيه ده. انت خدت كام جايزه تمثيل تفتكرهم ولا ما بتعدش؟ لا ما خدتش ولا جايزه. لا، ما انا حضرت معاك اكتر من مره في مهرجان كنت بتاخد جايزه تمثيل، ما تقولش. هقول لك بس انا خدت يعني تكريمات كتير الحقيقة يعني، بس أنا وفي حاجات أنا بس مش عايز أقول عليها يعني، اعتذرت على إن أنا أخدها يعني. في جوائز أنا بس بيدوها لناس تانية لما ما أنت ما تاخدهاش يعني، ما بتحسش بأهميتها. لكن في الحالات الكبيرة زي مهرجان القاهرة، مهرجان دبي، المهرجان مراكش، المهرجانات اللي هي ليها مكانتها وسمعتها ولجان تحكيمها ومشاهدتها، هي دي اللي بتبقى ليها فرحتها أكتر. أنا متهيألي اللي بيعمل حاجة ومصدق فيها ومؤمن بيها وبجد حتى لو قد كده ما بتهموش الحكاية دي، وكمان الجوائز ما بتنتبهش ليه قوي. الجوائز بتنتبه للي بيشتغل بجد بعد سنين، الجوائز بتنتبه لك لما تفضل تأثر في الناس تدريجيا. وانا حلمت وقلت لك ده من اول ما بدأت، ان انا مش بحلم أثر في المنصات انا ولا في يعني فئات مثقفة معينة، انا بحلم أثر في الناس، بحلم كده. وشقيت وتعبت جدا بسبب الموضوع ده، انه بشتغل على ده، اوقات بفشل واوقات بقى. انت شعبي مطلع من الناس، فده مغروس جواك، او طبيعه نشاتك دسته جواك. ده حلم حياتي، وطبعا اكيد اكيد انا مش هقول لك لا، انه انا ببقى احلم ان احنا نروح مهرجانات كبيره في العالم وباسم مصر نتكرم ونتشرف بجواز، عشان ده
يعني بيدي حاجه اسم البلد اللي انت بتنتمي ليها، مش بس فيلمك او انت، احنا ماشيين بس البلد قاعده وفي ناس بتيجي، واحنا في الاخر اعمارنا قصيره وفي ناس بتيجي تاني، بيتبقى اسم البلد والناس اللي هي بتشتغل على ناسها يعني وبلدها بتعيش وبتكمل. فانا بتمنى ليه لا، انا بتمنى كمان ان احنا نعمل فيلم يوصل انه يتعرض في كل حتة في العالم، ويوصل للاوسكار، ويوصل لكان، ويوصل لكل المهرجانات دي. هو لما يطلع يقولوا انا اخدنا جايزه في مهرجان دبي لممثل مصري او ممثله مصريه، ما ده حاجه. قال ايه؟ مصر الاول، عمرو سعد. فدي الكلمه اللي بتسبقها دي بتبقى لينا كلنا، يعني انت هنا مش بتاخد الجايزه لوحدك، احنا هنا كلنا بنشاركك في الجايزه دي، كلنا بنبقى معاك، وبنرجع مصر فرحانين ان ما زالت السينما المصريه هي السينما القويه المؤثره اللي فيها نجوم اقوياء، نجوم بيجيبوا لمصر جوائز، نجوم بيصنعوا فن جميل. انا عن نفسي واحده من متابعين مهرجان دبي اللي حضرت 13 سنة المهرجان، ما فيش سنة ما جيتش المهرجان، ومتابعتي للسينما ومشاهدتي للأفلام. أنا بختم كلامي أني على مسؤوليتي الشخصية أنا بهدي جايزة أحسن ممثل لعمرو سعد عن فيلم مولانا، فيلم رسالة، فيلم فن، فيلم حب، فيلم وحدة، فيلم إنسانية، فيلم لكل العصور. تابعوه بقلبكم، تابعوه علشان الأيام اللي جاية وللأجيال اللي جاية. بحيي عمرو سعد على الهدية اللي قدمها في الفيلم ده، وأتمنى كمان إن هو يستقبل هدية كبيرة من محبي الفن إنها تكون جايزة أحسن ممثل في مهرجان دبي. بقول لك مبروك مقدما، وإن شاء الله يا رب أكون معاك في كل المهرجانات، وأكون معاك كمان في نزول الفيلم للجمهور اللي أنت بتدور عليه الجايزة الحقيقية اللي أنت بتشوفها، وهنزل هاخد استفتاء جمهورك في الشارع البسيط، أشوف مدى التواصل مع الشخصية دي إزاي عشان تكون هي دي الجايزة اللي أنت بتدور عليها. شكرا ليك ولدعمك يا بوسي، وده والله شرف ليا.